الحديث الرابع عشر السعي في الخير حديث كأفر يتبناد وهل كان نكسوغان أما كان هو حديث كأفر يتبناد السعي في الخير دذالك خيرك لقد دذالي بو حديث كان نكسابسين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سائر أبو موسى وحبخاري مسلم كسوريين النبي صلى الله عليه وسلم مركوي ما دمد وحويدي سنيا أو طالب حاجة أما مدا دونيا أوي ما دو قال وحورنش للنبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا اشفعوا شفع عقاد إرقي يعني طلبة تؤجروا ولا إذن أجر سنيا هذا شفع سميسان وحونا سنة كشفع عقاد إسان وعيد أوي الدين إسان السيء آليدهين أقومي وأوفي تؤجروا والذين كأترسين ويقضي الله وحكم يا إلهي وقدر يا على لسان رسوله عربك رسولك سوحكو حكم يا يكو قدر يا صلى الله عليه وسلم ما شاء كدون إنه قدره أيكو قدره متفق عليه وعلى سكوها فقصين بخاري مسلم بالبدو وسوري نبي صلى الله عليه وسلم ذاتك مؤمنين وحاولتش على خيرك ساس أوده النبي صلى الله عليه وسلم مركع ذي أطمى الدو أيضا ويديسته وحوش علان شري الصحابة قاركود إنه يلاهدان أما الصحابة يلاهدان رسولك إله يوصي ساس وحوش علان شري وحوش إذا أوش علان شري أتشر إنه كهلان أيو الله على شفاعتنا وطلب شفاعته وطلب أما هو ويديسته وحلو ويديسته مركع أوش شفاعة قاده وحلو شيدا وطلبوا إيقبريا وحتى رسولك إله يوصي مركا تانا أجر بكهليا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها شفاعة وحيوقة بسنطا حسنة يسيئة شفاعة أجر كهليا وشفاعة وناكسا سيدا آيات سورة النساء أيوك لتفصيل السيء مركا شفاعة وناكسن كي شفاعة قادة ووح وناكسن عد الطلبة ويولا ذا وحاسية وحاسي وحاوفي نصيب أجر وكوه لي والاق أجر سنة شفاعة حن كي شفاعة قادة وح دنبي وعد الطلبة يوعد صدق مركا سوء دنبي قال هلا سمي شي حن بابو دوني يروح هدي الله يولا هدو وحاوفي وصية أفضي ذي وحنا واحد دم بيع يطاعين يمرك دم بيع الجهلية طيب ويعان على الإثم ودم بيع عدل وعاونين ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هاي سكوا عاونين الدم بيع حد جود بهاي سكوا عاوننا والنهي مرك دم بيع إن عدنا ما الله وعاويا لا بالشفاعة ولا بغيرها ما بنانا مرك اشفعوا شفاعة ونبيه أمر إياه والشفاعة الحسنة والشفاعة ونكسن لكن شفاعه إلا شفاعة قادة النبي أمر مايو وين الديدي شفاعه إلا شفاعة قادة قبل فربني مخزومة أيا وحضي فربني مخزومة وحي كم إذا هايين لبدا رير مضان وقل لان ريسان قريش بي كم إذا هايين وربني مخزوم إيا قصي بن كلاب لبدا اللفوت باسنا لفت النبي وكرد الشيء قصي بن كلاب الأورنجري إلا هاشم أووغي وقصي هاشم ابن عبد مناف ابن قصي قصي بن كلاب النبي وكرد الشيء يمخزوم ابن يقضى وأبو جهل كرد الشيء لبض اللفوضة وقل لان ريسان بيهايين قريش مركا قبر ربن مخزوم أيا وحضي روح وحضنا وإنك عنت الله شراه سيدا آيات بشيكيس والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله مركا سادتك قاركود وحي الى ذي امين الهربن المخزومة قعنت الله شريا والرسول كياك لهض له اي الى هذا كبدا الهربن المخزوم قعنت يا مجرم الشرف دعوي ياني قعنت يا مجرم مركا سالي اي ابا كل رنيا والرسول كأرنقا كلهض له اياه أسامة بن زيد مويان أسامة بن زيد ويسقي أبيه بأن النبي وشعلا
isaga mooyaan cid ku dhiranaysa ma jirto ila usama loo tigi marka saaray rasuulka sallallahu alayhi wasallam arinka kala hadal nabigu waa ku inkiray sallallahu alayhi wasallam usama marku arinka la soo qaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigu waa ku inkiray wuxuu yiri atashfa'u fi haddin min hududillah warma waxaad ka ergeynaysa oo ka shafeeca qaadaysa xad xuduuda ilaahay kamida marka suu nabigu dhaartay wuxuu ku dhaartay inantiisa faatima haday waxaad ahayd fardan wa taqdiiran inuu gacanta goyn lahaa yani xad ruux ku dhacay inaan innaba laga baashin ayanka law anna faatimata binta muhammadin sarqat la qata'tu yadaha ba nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaahay baan ku dhaartay faatimo ina muhammad ahi haday waxaad ilaahay gacanteeda wajir lahaa yani xadka muhaabaadku ma jiro cid laga baashinayaana ma jirto marka shafaacadii sayi'ada hayda xumayd in la amrayo loogama jeedo الشفاعه الحسنه اي اشفعوا كدعيس صيغتنا تعموم ملا او اطلاق اطلاقوي وهي افعاش هذا سياق الاثبات بعضه وكذا اوامرتنا ولمده اطلاق بفائده عموم فائده وهي وهي كدغنت نكره في سياق الاثبات ساسي كدغنت marka اطلاقي ku jiray waxa qeydaya shafaacadi in la kala saaro xasaniyi sayi'a loo kala saaray si sayi'ada ay markaa waabaxday si xasanada ahayd baa soo haris taasa uu ku dhacaya amarkani ishfa'u ay shafaacatan hasana tu'jaru wala idinka ajar siiya idrar qof muslima la dhibaayo haduu qof kale ugu shafeeca qaado ana ruux baa doonaya ruux kale inuu dhibo marka saa ruux kale ka ergeeyay si matalabkiisaasiye ujeedadiisa loogu fuliyo mid bannaan ma ahe waa shafaaca sayyawi wiqdi Allahu ala lisaan rasuulihi sallallahu alayhi wasallam ma shaa wuxuu ku xukumayaa ku qadaraya ilaahay arabka rasuulkiisa wuxuu doono inuu ku qadaro ku xukumo qadaaga ilaahay loo tiriyaa wuxuu noqdaa qadaa sharci iyo qadaa qadari labadaas noqdo هذا waxa loo jeedaa qadaaqi qadariga haba loo jeedaa wa hukum qadari ah kaas loo jeedaa wal yaqdi Allahu ala lisan rasulihi wal yaqdina wal usuri yani ilaahayna ha ku xukumo arabka rasuulkiisa wuxuu doonaa inuu ku xukumo wa ku qadar marka siiqa ahanta lafdigu ba kala duwan laakiin macnuhu waa sumidki wal yaqdi Allahu ala lisan rasulihi sallallahu alayhi wasallam ma shaa لام كسوحو نغنيا لام الدعاء أي نغني لام الأمر وحن لا أرنين تأدب إلهي لقى إذب سليم ساسا لا أرنين أمر كنا وحن الأمر عدك هو صيصة أمر مع استعلاء وعكس دعاء وفي التساوي فالتماس وقع يعني استعلاء مركو تشيره أعد مركا خطاب كلو وجهه يلو تشيدين أيوه وحن لقى طلبة يا أي تاعده هو صيصة أمر الله يسكب بدايه وحل إلى هذا أمر بل إلى هذا سيدا اللي تكادنا الدعاء اللي إلى هذا هذا من أدنى إلى أعلى تهي مذ هو سيئا طلبك كتقيا مذ سريانا الله لها الضياء وطلبك ودعي مركانا وحن نغنى يا دعاء بري نغنى لبص من هذا وحسك طلبيانا وحل إلى هذا والتماس بل إلى هذا ما طلب خفيفة طلب سهل marka farqi ma kale laha ruuxan ajarsiinta laga ajarsiinayo shafaacada wanaagsan in nabigu uu oofiyay wuxuu doonayay inaan u oofin mar layba ruuxan maajur wuxuu ku noqonayaa talabka uu sameeyay in wax wanaagsan lagu caawiyo ama waxaan dambi ku jirin ruuxan in lagu caawiyo uu u talbay etaa ku kaalmeeyay ba laga ajarsiinayo wallahu fi auni abdi ma kana alabdu fi auni akhihi حديث كرنا واتكوس أررت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاي وحكوس جيه كالمضى وأضون ككالمينا أنتوا أضون كولالك كالمينا إلى هينا وكالمينا عن أبي موسى رضي الله عنه بخاري مسلم وحيك الصور يا أبي موسى رضي الله عنه لا يرى لها كن غضي أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي إذا أتاه سائل مركوي ما دمد وحويدي سنة أو طالب حاجة أما مدن دون يأوي ما
قال وحورن شر النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا شفاعة قاضى أو طلبة وحائي دونيان ورسولك الله يوسير لها تؤجروا ولا إذن أجر سينيا هذا مركا أشفع قادان أو طلبتان أو دونتان أو عطستان وحي دونيان ما تلا هذا سيا إذن كن أجر بكيلسا ويقضي الله وحكم يا إلهي وقدر يا على لسان رسوله رسولك سعرب كيسا وحكم حكم يا صلى الله عليه وسلم ما شاء كو دونين وكو حكمه وكو قدره أي إلهي كو قدره متفق عليه.